ومن قرية المغير شرق رام الله ينضم إلينا مراسل ألغاط ضياء حشية. ضياء، يعني الأجواء وتفاصيل استشهاد الطفل وردود الأفعال. يعني رغم حالة الجو السيئة في هذه اللحظات، إلا أن المئات من أهالي قرية المغير وكثير أيضا من المشاركين شاركوا في تشييع جثمان هذا الفتى الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما. خلفنا مباشرة مراسم التشييع التي تجري في هذه اللحظات. رغم غزارة الأمطار، إلا أن أهالي القرية والقرى المجاورة أرادوا تشييع جثمان هذا الفتى الذي استشهد على هذه الأرض بعد أن أطلق أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي مباشرة صوبه، مما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخطيرة والخطيرة للغاية. لم ينجح الأطباء فعليا في إنقاذ حياة هذا الفتى الذي استشهد بعد أقل من ساعتين على إصابته. الجيش الإسرائيلي كان اعترف وقال بأنه قام بتفريق بين قوسين ما أسماه مشاغبات أو مظاهرات شغب، وبعد ذلك يعني أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف المطاط والعشرات بحالات الاختناق. ولكن بطبيعة الحال هناك ردود فعل رسمية صدرت من الرئاسة الفلسطينية تدين هذه الحادثة، من رئيس الوزراء الفلسطيني أيضا محمد شتية الذي استنكر هذه الحادثة، وأيضا يعني الدعوات لتفعيل اللجنة أو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. نيكولاي ميلادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة أعلن وقال علانية أن على إسرائيل أن تفتح تحقيقا مستقل وجاد لبحث طبيعة استهداف هذا الفتى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي. الفصائل الفلسطينية كذلك أدانت واستنكرت. هنا شعارات غاضبة في هذه القرية. قبل قليل تواجدنا في منزل العائلة، حالة من الحزن الشديد. الأم لا تقوى على يعني الحديث إطلاقا، مغمى عليها، لم تستفق حتى هذه اللحظة بعد أن فقدت فلذة كبدها الطفل الذي كان أعزلا ولم يشكل أي خطر على الجيش الإسرائيلي. كان الجيش ادعى بأن عدد من الشبان قاموا بدحرجة صخور وإلقاء حجارة صوب الشارع الرئيسي، لكن فعليا ما حصل هي أن خرجت مسيرة سلمية يوم أمس عقب صلاة الجمعة تندد بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة رأس الدين شرق أو عند المدخل الشرقي لقرية المغير، لكن الجيش الإسرائيلي استهدف هذه المسيرة وقام بقمعها مباشرة. هنا الخطابات كلها غاضبة تستنكر جريمة إعدام طفل صغير. اللجنة التنفيذية أيضا على لسان حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية قالت بأن على إسرائيل أن تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية والمواثيق التي وقعت عليها، وما حدث هو انتهاك ودوس على كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حقوق الطفل الفلسطيني. بطبيعة الحال نحن الآن في قرية المغير والصورة حداد عام يعني يشل كافة مناحي الحياة، رغم أيضا إجراءات فيروس كورونا وغيرها من الحالة الجوية، إلا أن أهالي البلدة والقرى المجاورة أصروا على تشييع جثمان الطفل الصغير علي أبو عليا الذي استشهد يوم أمس. إذن من قرية المغير شرق رام الله ضياء حشية مراسل ألغد، شكرا جزيلا لك.